أعلن وزير البيئة والطاقة اليوناني أنه أبلغ الجانب الأمريكي بقلق بلاده من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. ووصف وزير البيئة والطاقة اليوناني في تصريحات له عقب اجتماعه مع نائب مساعد وزير الأمريكي ماثيو بالمر الإجراءات التركية قبالة قبرص بالاستفزازية. وأضاف الوزير اليوناني أن التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون تصب في اتجاه الاعتراف بالحقوق السيادية لجمهورية قبرص.